معنا على الهاتف مستشار نادي السعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ لميس، اهلا بحضرتك. يعني هل نحن مطمئنون النهارده رجعنا للمواعيد الصيفيه مره اخرى؟ هل نحن مطمئن، هل هذا يعني انه الحكومه مطمئنه الى ان الوضع الوبائي في استقرار، ما عندناش مشكله، مش لازم يكون عندنا اجراءات احترازيه اشد شويه؟ بالتاكيد هناك قدر من الاطمئنان هو اللي دفعنا ان احنا نتخذ هذا الاجراء اليوم بالعوده للمواعيد الصيفيه. الفترة اللي احنا طبقنا فيها الإجراء الاستثنائي الخاص بالغلق في 9 مساء كانت فترة كانت تستوجب هذا الإجراء، لأنها كانت فترة شهر رمضان والعادات الاجتماعية المرتبطة بهذا الشهر، بالإضافة للعيد وأجازة العيد والتزاحم خلال هذه الفترة. اللي عرضته السيدة وزيرة الصحة النهاردة خلال اجتماع لجنة الأزمات أوضح إن الإجراءات الاستثنائية يعني أتت ثمارها، والوضع الوبائي بدأ يشهد استقرار بالمقارنة بشهر رمضان يعتبر تحسن، والدليل على ذلك ان تراجع الضغط على الاكسجين الاحتياطي الخاص بنا من الاكسجين لم يتم السحب منه على مدار اسبوعين كاملين. يعني احنا عندنا تقريبا ما يصل الى 2 مليون لتر لم نسحب منهم على مدار اسبوعين، ده دليل على ان الوضع بيتحسن. ايضا نسبة الاشغال في غرف الرعاية المركزة حاليا 51% على مستوى الجمهورية، يعني لا زال لدينا 49% من غرف الرعاية المركزة شاغرة. ده اللي خلانا النهاردة نستطيع بقدر من الثقة ان احنا نرجع للمواعيد الصيفية، لكن هذا لا يعني ولا يجب ان يكون رسالة لاحد بان الوضع انتهى وان الكورونا زالت. الكورونا لا تزال موجودة، الوضع يمكن ان ينقلب في اي لحظة لو لم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، وده اللي خلانا النهارده نشدد العقوبه على المحال المخالفه بعد ما كانت بتقفل لمده اسبوع تزاد لمده اسبوعين او تضاعف لاسبوعين في حاله التكرار، اصبح بدايه الغلق اسبوعين يعني العقوبه الاولى، ثم تزاد لمده شهر في حاله تكرار المخالفه، وفي كل الاحوال في كل تكرار للعقوبه هيدفع 4000 جنيه.